صلاح الدين من مواليد 15/11/61 في مدينة سيدي قاسم، حارس مرمى ديال اتحاد سيدي قاسم وفريق الجيش الملكي والمنتخب المغربي. المسيرة ديالي كجل اللاعبين المغاربة اللي مارسوا في فرق الأحياء، ثم انتقلت إلى الفئات العمرية في مدينة سيدي قاسم، ومن ثم التحقت إلى الفريق الأول، ومن ثم تنت المدادات عليا من فريق الجيش الملكي اللي مشيت عزيت الصفوف ديالو. أنا سيدي قاسم باش لعبت ما كانش بالسهل أنني باش ناخذ الرسمية ديالي داخل سيدي قاسم، لأن ذاك الوقت اللي كانوا فيها حراس اللي كانوا حراس كبار كالمرحوم عبد الرزاق الدريبكي الله يرحمه، ومرزوق الله يرحمه، وسعيد المجدوبي، والسي محمد اللوماري، اللي كانوا هاد الحراس اللي في المستوى، وكان صعيب عليا بزاف باش ناخذ رسمية كحارس أول، ولكن بالجهد والعمل اللي قمت به استطعت ناخذ الرسمية ديالي، وهذه هي البداية ديالي. سيدي قاسم لعبت مع أول نهاية كأس العرش في سنة 1980 ضد المغرب الفاسي، ونهزمنا بإصابة لصفر. من ثم تمت المنافسة عليا للفريق الجيش الملكي اللي نعزز الصفوف ديالها في سنة 83-84. من أنا ذاك تما حققنا الازدواجية، خدينا من بطولة وكأس العرش، ومن ثم بدأت المسيرة ديالنا في التألق وحصل ألقاب كؤوس كأس العرش، كؤوس العرش والبطولات الوطنية. ونفس السنة ديال 85 حرزنا على بطولة عصبة أبطال لأول فريق مغربي، أنا ذاك حرز على هذه البطولة. مكسيكو 86، ان احنا مشينا بواحد اموا دافونس، تما مشينا لسيريتو واحد المدينه خارجه على على مونتيري بشي قول 80 93 كيلومتر. تما كان عندنا التربوز ديالنا، كنا تنوجدوا استعدادات ديالنا جيده، كان اقامه في المستوى، اللاعبين كانوا واعيين شنو تيتسناهم في المغرب وشنو علاش جايين، ما جايينش على قصد السياحه، احنا جايين على ود عمل، والمغاربه اللي تيتسناو في المغرب خصنا نعطيهم واحد الطبق رائع اللي غيكون يشرفنا ويشرف المغرب ديالنا. والدراري كانوا تيوجدوا بجديه صباح وعشيه، كنا في العشيه تنديروا ترافاي بسيكولوجيك، وكنا عايشين هكا حتى جات اول مقابله وراكم نشتو. بالنسبه كنا احنا المغاربه ماشي على الفريق اللي كان تما، احنا كان عندنا فرحه خاصه، اما احنا اللي فرحنا الجمهور ديال المغرب لانه كوايري وتيبغي الكره، هزينا ليه الراس ديالو ان لعبنا مع الفرق اللي ماشي فرق سهله كبولونيا وكانجلترا زائد البرتغال، هاد الفرق هاد اللي كانوا مصنفين ان في مراتب مزيانه، راه ماشي بالسهل انك باش دير معاهم نتائج ايجابيه. وكان الشرف العظيم اننا قدمنا للجمهور ديالنا المغربي هاد التاهيل، وكانت اول فريق عربي وافريقي تيدوز للدور الثاني، بانه ما كانش موقفاش غير هنا، بان تسيدنا الحسن الثاني الله يرحمه انه تواصل بنا واحد عبر الهاتف وشجعنا ورضى علينا وقالنا هكا يكونوا رجال، بان انا بغيتكم انكم درتوا اللي عليكم وما كرهش انكم تكملوا. الاستقبال اللي كان في الرجوع ديالنا كان استقبال ديال الابطال ديال اللعابه الكبار، ان تلقى سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني بانه تيتسنانا في جا عندنا الملعب الشرفي ودرنا دوره رسميه في واحد الحافله، وهو سيدنا الله يرحمه ويوسع الله يرحمه
ويوسع عليه فهاد النهار بانه حتى هو كان الحضور ديالو وكان فرحان ودار معنا في هذاك الحافله ودرنا شجعنا الجمهور ديالنا وكان واحد الاستقبال اللي ما باقي الان في الذهن ديالي وفي ذهن جميع اللاعبين اللي كانوا معايا. والمتمنى ديال ان الفريق ديالنا يكون يمثلنا احسن تمثيل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى بانه يدوزوا ادوار طلائعيه في هذا كاس العالم ولما لا نلعبوا النهايه. علاش لا؟ كنا طموح ما حدنا في العايه تنقلبوا على الطموح والله المعين والله يسهل على الجميع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.